السلام عليكم. في الفيديو السابق تعرفنا على كيفية عمل فتحات الشبابيك. الآن راح ننتقل إلى جزء جدا مهم وهو كيفية عمل السلم. السلم ينعمل في البيز ليفل. البيز ليفل هو الليفل الأول، تجي على الليفل الأول، هذا اللوكيشن الخاص في السلم، مقداره 2 متر في 2 متر، 2 متر في 4 تقريبا، أو في 3.8. فنصل إلى السلم أيضا من قسم الأرج، فتجي على الستير واخذ سترايت لاين، يعني تستطيع انه تعمل فول ستيب سبايرال او سنتر اند سبايرال او ال شيب او يو شيب او دو سكتش، انه تعمل سكتش. فضمن الايديت تايب الخاصة فيه راح تلاحظ عندك الارتفاع الرايزر. الرايزر هنا طبعا الارتفاع هو مقداره 0.17، لان يحدد على اساس البيز ليفل اند توب ليفل اند زير نمبر. زير نمبر هو 18، فحدده على اساس انه 0.17 نتركه مثل ما هو موجود. بالنسبه للديبث نجعله في 0.28، وبالنسبه للرونوث نجعله في مقدار 0.9. الان سبق احنا عملنا 0.95 سنتيم، ولكن في زوائد بالنسبه للكونكريت الخاص في السلم. اوكي، اعمل عليه اوكي وابدي من نقطه معنيه. مثلا نبتدي، اوكي، ابتدي من هذه النقطه اللي هي تمثل لك بدايه الاربعة متر، ولازم يكون الاتجاه اوكي run to right، اوكي بهذا الشكل. ثم بعد ذلك انهي بمقدار 2.8 تقريبا، ابي بعد 11 رايز created. اوكي، فانقر عليه، وبعد ذلك اغير هذا الى الليفت، وابتدي من مقدار 10 سنتيم، اوكي، اللي هو مقدار 1.1 من هذه النقطة. وبعد ذلك ابتدي الى ان انهي كل الرايز اللي هنا موجودات عندي. طيب احتاج انه ازيد السايز هذا، ازيد الى نهاية، اوكي، الى بداية الحائط يعني، وبعد ذلك اعمل عليه finish edit mode. الان لو تجي على ال 3D view، اوكي، راح يكون عندك بهذا الشكل. يمكن انه ما يظهر عندك بال 3D view انت، اوكي، فبسبب انه ال visibility يعني جرافيك. تدرجع على الايديت تايب، وبعد ذلك اتعلم على ستير، هو راح يكون عندك بهذا الشكل يعني انفيزبل. فتذهب على الجرافيك فيزيبيليتي، وبعد ذلك على الستير وتعلم عليه بهذا الشكل، فراح يظهر عندك في 3 دي فيو. الان تلاحظ في 3 دي فيو راح يبتدي من هذا الاتجاه، اوكي، وبعد ذلك ينتهي الى الروف. اذا هذا بالنسبة لعملية انشاء السلم.